أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. الحقيقة فقرتنا الحوارية الأولى النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا يخص عدد كبير من المواطنين. النهاردة هنتكلم عن النصب الإلكتروني اللي يعد أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت. وشفنا مشاهدينا الكرام خلال الفترة الأخيرة الكثير من الضحايا اللي وقعوا تقريبا فريسة لبعض المجرمين. النهاردة تحديدا هنتكلم عن أسباب انتشار ذلك على وجه التحديد وعقوبة تلك الجريمة وكيفية مواجهتها، وهل نحتاج بالفعل إلى تشريع جديد؟ كل ده هنناقشه مشاهدينا الكرام مع ضيفنا اللي مشرفنا في استوديو مصر كل يوم الدكتور عبد الله محمد المحامي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الحقيقه البعض يقول ان جرائم النصب الالكتروني او الاحتيال الالكتروني او الاستخدام الفضاء الالكتروني من اجل يعني النصب على الكثير من المواطنين سببه هو الاميه الثقافيه، وربما يقع الكثير من الضحايا او الكثير من الناس ضحايا مثل هذه الجرائم. مدى ارتباط الأمية الثقافية بهذا النوع من الجرائم بداية قبل ما نتكلم طبعا عن هذه الجرائم من الشق القانوني؟ يعني خلينا في البداية نتكلم ونقول إن جريمة النصب أو الاحتيال الشريعة الإسلامية نفسها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صحيح. هذا في التشريع السماوي. أما عن التشريع القانوني فالمشرع فطن لذلك الأمر منذ عدة سنوات، ونحن طبعا النهاردة في 2023. فأنا النهاردة إيه اللي بيخلي الناس تلجأ لمثل هذه الأمور؟ كان دايما يقول لك في أمثال يقول لك ان الصب خير ما دام الطماع موجود. موجود. صحيح. الله يفتح. فالنهارده الناس محتاجه الكسب غير مشروع مباشره، اللي هو كاستثمار اموال، او يقول لك ان انا هشغلهم لك في عقارات، او ان احنا هنعمل اي شيء. فالنهارده انا ما اقدرش ان اقول ان الاميه لوحدها هي سبب ان الناس دي وعيت. نعم. لان على فترات العصور والازمنه كلها نسمع عن مستريح اسوان، نسمع عن مستريح القاهره، عن مستريح الجيزه، عن كل الناس دي، وبيكون برضاهم. فالناس طيب يعني هل نقدر نقول فعلا الأمية الثقافية ولا هو الطمع، ولا هو يمكن ربما هي تعتبر عدوى ان احد الاشخاص بيتم يعني نشر معلومة من خلاله ان هو كسب مبلغ من المال من خلال هذه العمليات او عمليات النصب على وجه التحديد، وبالتالي بتنتشر هذه العدوى عبر المجتمع، خاصة المجتمعات ربما التي يقل فيها الوعي او نسبة التعليم بشكل كبير؟ هو ممكن يكون الطمع كسبب رئيسي. نعم. زي ما حضرتك أشرت إليه. وممكن كمان يكون الإهمال. الإهمال طبعا، وده بيقع عليه جزء كبير جدا في الموضوع ده. لأن أنا النهاردة في قنوات شرعية عملتها الدولة المصرية، سواء كان عن طريق البنوك أو عن طريق شركات المساهمة أو عن طريق شركات البورصة. فأنا واجب علي أن أي حد هيقول لي والله إحنا النهاردة في تشغيل أموال أو شراء بعض الأسهم في أي الأمور، إن أنا ألجأ لأقرب محامي ليا وأكون أنا بقى أثق فيه، وأروح أبحث على الأوراق دي وأتأكد من مدى صحتها ومن مدى قانونيتها صحيحة ولا لا. نعم. ده إنسان اللي هو المفروض إنه يكون حريص على ماله. ولذلك المفروض المشرع النهاردة، وزي ما قلت لحضرتك في البداية إحنا في 2023، ما يكونش العقوبة على الراجل اللي بيأخذ واللي هو بينصب على الناس فقط، على الذي تم النصب عليه. نعم. يعني نعم. الاثنين معا. لأن هو استسهل الأمر، لأن هو جعل الأمر في غير محله. فخلي بالك النهاردة ده اسمه اقتصاد خفي أو اسمه الاقتصاد الموازي. نعم. للدولة، فده بيضر بالدولة. يمكن حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وأن هناك أن تكون العقوبة سواء على الذي قام بالنصب وعلى الذي تم الاحتيال حتى عليه، يكون رادع لذلك. نعم. الأمر. هل هذا هو طرح من قبل حضرتك، ولا ربما سيكون هناك تشريع قانوني في الأفق ربما يعني ينادي بذلك على وجه التحديد؟ احنا بنناشد المشرع، يعني بننادي. نعم. المشرع، لأني احنا النهارده احنا في عالم الانترنت كله. نعم. وعلى مر العصور كل يوم وفيه ايام كتيره جدا بيحصل برضو بعض المشاكل وبعض النصب. نعم. سواء كان نصب عادي او نصب الكتروني. صحيح. او نصب اي من الامور. فهل الناس النهارده ما عندهاش الثقافه الكامله والوعي الكامل والادراك الكامل ان هي تدي اي حد فلوس مقابل ان يتحصل على ربح
وعلى جني اموال باي سهوله يتعدى المبلغ يقول لك انا النهارده اديك فوق ال 35%. نعم. فهذا امر مستحيل اطلاقا. فانت النهارده كراجل انا اديتك الفلوس، اضريت بالدوله، عملت قناه غير مشروعه، تهربت من الضرائب، وكمان ساعدت الراجل اللي هو المجرم او المتهي المتهم ان هو ياخذ فريسته ثم بعد ذلك يغلق، سواء كانت منصة إلكترونية أو سواء كانت شركة أو 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 ما شابه. يعني إحنا يمكن الملفت للنظر والانتباه أن ربما تنتشر هذه الجرائم في الأونة الأخيرة، وأنه حتى بالرغم من إلقاء القبض على هؤلاء إلا أن بيظهر مستريح تاني وتالت، وفعلا بتعاد القارة مرة أخرى، وبنرجع تاني لنقطة الارتكاز. إلى أي مدى يعني أهمية وضع تشريع مناسب للقضاء على النصب الإلكتروني بشكل كبير؟ حضرتك شايف وجهة نظرك يعني كيف يكون هذا التشريع، وإلى أي مدى يكون رادع سواء للذي تم الاحتيال عليه أو على المحتال نفسه؟ هو القانون العقوبات فطن لذلك الأمر منذ عدة سنوات. نعم. زي قضية الريان وقضية الكسب غير مشروع وقضية توظيف الأموال. فكان من المشرع فطن لذلك الأمر، وكان القضاء الأمريكي أيضا فطن منذ آلاف السنوات. نعم. طب أنا النهاردة القانون جعل تشريع خاص بالجرائم الإلكترونية وهو قانون 175 لسنة 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية وتم العمل به، ثم بعد ذلك ألحق به اللائحة التنفيذية لذلك القانون. ولكن في حاجة لازم أنبه عليها. اتفضل. هل النهاردة زي مثلا جرائم التيك توك، زي في جريمة حنين أو حسام وجماعة دول، هي لما خدت عقوبة، طبعا جريمة النصب في القانون عقوبتها الحبس، بمعنى أي لا تتجاوز الثلاث سنوات. الثلاث سنوات. نعم. نعم. دي العقوبة الأساسية للنصب. ولكن إذا اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد. يعني أيهما أشد؟ أيهما أشد. نعم. فإذا ممكن تصل العقوبة إلى 15 سنة. وممكن ياخد 10 سنين على حسب. طب إيه المقياس يا فندم؟ ما هي المعايير التي على أساسها يتم تحديد العقوبة، سواء زي ما حضرتك أشرت 3 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة؟ هو ده بيرجع طبعا منذ بداية تحرير المحضر، بيرجع لوكيل النائب العام. نعم. إن هو بيعمل قيد وصف إذا كانت جنحة أو أمر إحالة بناء على الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة. لأن كل حالة دايما بتكون كل حالة على حدة. يعني مثلا سي أحد من الأشخاص اخترق حساب حضرتك على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على تويتر. نعم. وبعد ذلك شهر بحضرتك أو استخدم أي, 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 أي ترغيب أو ترهيب أو أي من تلك الأمور. ففي الحالة دي في كل حالة بيعاقب على حسب نص المشرع لذلك الأمر. يعني وجعل العقوبة هنا تدريجية متدرجة. متدرجة نعم في العقوبة. ولم يكتفي المشرع بالعقوبة فقط، هل غرامة مالية؟ نعم، جعل الغرامة مالية. والأدهى من كده كمان. طب كم يا فندم؟ أعتقد أن أنا حسب ما قرأت أنه لا تقل عن 30,000 جنيه. هل هذا يعني الرقم صحيح أم يعني برضو زي العقوبة الأخرى بتتراوح من وإلى؟ لا هي برضو بتتراوح من وإلى. نعم. لأن زي ما قلت لحضرتك ممكن تصل كمان لمئة ألف جنيه. وكمان ممكن تصل العقوبة رغم أنها جنحة 3 سنين، وممكن إذا أضرت يعني حد سين من الناس اخترق منصة الدولة أو اخترق حساب رسمي للدولة. طبعا الدولة النهاردة جعلت الغرامة فقط لغير خمسة مليون. خمسة مليون غرامة. تصل العقوبة الغرامة، وفي حالة العود تضاعف. نعم. كمان إذا مست الدولة أو الحكومة الدولة بأي. نعم. شكل من الأشكال، لأنها تعتبر قضية أمن قومي. الله في المقام الأول صحيح. نعم. هل يتم المعاقبة بالعقوبتين الحبس والغرامة في نفس التوقيت أم بإحداهما يا فندم؟ دي راجعة راجعة النهاردة للقاضي. نعم. العقوبة النهاردة هي سواء كانت وجوبية أو كانت تبعية، فالأمر الفيصل فيها هنا هو مخول للقاضي. وعاوز برضو ألفت نظر حضرتك، أنا النهاردة لو أنا شرعت في جريمة، يعني أنا دخلت على حساب أحد من الأشخاص أو دخلت على منصة إلكترونية وشرعت أن أنا أخترق ذلك الحساب، ده شروع ولم يتم الإضرار، يعني أنا ما دخلتش لسه على المنصة. ففي الحالة دي القانون برضو، لأن العقوبة الغاية الأساسية منها هي الردع العام.
حضرتك أشرت لنقطة مهمة، الشروع يعاقب الجريمة يعاقب علي حتى بعقوبة معينة، ولكن حتى يتم رصد هذا الشروع أعتقد أنه لابد من تقنيات حديثة يتم استخدامها من أجل متابعة هؤلاء المحتدين عبر المنصات الإلكترونية. كيف يتم ذلك؟ لذلك وزارة الداخلية فأصبح النهاردة عندها هيئة كاملة مستقلة تابعة لوزارة الداخلية، بها فنيين وبها مأمورين ضبط قضائي. بمعنى أدق، سي إن أحد من الناس أو يعني مثلا أحد المشاهدين مثلا أو أي أحد اخترق حسابه على الفيسبوك، أو أي أحد شتم على سواء كان على الفيسبوك أو على الانستجرام أو على الواتساب، جميع وسائل التواصل الاجتماعي. أنا النهاردة بعمل إيه؟ النهاردة تروح لمباحث الإنترنت. طب مباحث الإنترنت بتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة في كل مديرية، في كل محافظة على مستوى الجمهورية، يعني كل محافظة هناك وحدة دي مباحث الإنترنت التي تتابع الاحتيال الإلكتروني أو النصب الإلكتروني. تمام. ده مش بس كده كمان، ده المقر الرئيسي بتاعها موجود في العباسية. حضرتك شغالين من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء. بيتوجه الشخص بذاته أو بيصطحب أحد المحامين معه، ثم بعد ذلك لابد من أخذ الأداء التي حدثت عليها الفعل المشير ليك. يعني أحد شتمك على الواتساب أو شتمك على الفيس أو على الماسنجر، بتاخد التليفون بتاع حضرتك وبتروح هناك بتديله البطاقة، بيبحث البيانات بتاعت حضرتك وبياخد منك التليفون، وأحيانا بيطلب منك الباسورد بتاع الحساب الشخصي. أو بيدخل الواتساب على واتساب ويب على اللابتوب عنده. ثم بعد ذلك يحرر مذكرة تفصيلية بتلك الأمور. لأن ممكن طبعا واحد يدعي على أحد إن هو شتمه على الواتساب، وطبعا إذا البرامج الحديثة النهاردة إن أنا أقدر أكتب اسم حد معين أو إن أنا أسجل الاسم برقم تليفون، فيظهر إن حضرتك اللي بعتالي أو ما شابه ذلك. كيف يتم التعامل مع ده يا فندم؟ إنها نقطة مهمة، يعني ربما يدعي البعض أن فلان تم مثلا باختراق حسابه، أو يعني زي ما حضرتك يعني قلت هناك نوع من أنواع الإهانة أو أي شيء من هذا القبيل. كيف يتم إثبات ذلك؟ يعني الموضوع طبعا أعتقد بيكون في غاية الصعوبة. طبعا وده سؤال مهم جدا ولفتت انتباه من حضرتك. ان زي ما قلنا انا النهارده بتوجه لمباحث الانترنت بعد ما انهت المأموريه بتاعتها. وبياخد سكرين شوت من على الحساب الخاص بوزاره الداخليه. يعني بيدخل الاكونت سي خاص بيه انا وبياخد بيه سكرين ويدخل على صفحه حضرتك او على احد من الساده المشاهدين. ثم بعد ذلك يحرر مذكره، ثم بعد ذلك يرسل تلك المذكره الى الضابط المختص بجمع محضر الاستدلالات. فبعد ما بيعمل المحضر حضرتك بيدوكي الرقم المحضر وبياخد رقم تليفون حضرتك وبيبعتولك رساله ان والله تبين لنا ان فلان الفلاني هو من فعل كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن هل في مشكله في القانون؟ هل في عواقب في القانون؟ للاسف في مشكله في القانون. مشاكل. من ضمن المشاكل هي ان معظم الناس زمان قوي ان كانت الشرايح التليفونيه مش مسجله باسامي الناس الحقيقيه. صحيح. او يعني الا في الاوان الاخيره لما هيئه التنظيم والاتصالات فطنت لذلك الامر وشرعت قانون صارم في ذلك الامر. واحيانا بيكون يا فندم الخط مع شخص ما، ولكن مسجل باسم شخص اخر. يعني هي طبعا اشكاليه كبيره، كيف يتم التعامل مع معادله صعبه الحقيقه. يعني هي بس برضو يعني نجحت وزاره الداخليه ووحده الرصد هناك برضو الى حد ما ان هم يقدروا يتعقبوا المتهمين. ولكن انا بنصح الساده المشاهدين ان مثلا سي احد تم سبه او قصفه على الفيسبوك اللي هو سواء كان اللي هو اسهل واشهر حاجه منتشره النهارده. يعمل ايه النهارده؟ مش اروح اعمل للشخص اللي شتمني بلوك، لا خالص. اتوجه مباشره الى مباحث الانترنت، لان الشخص لو شتمك وقفل الصفحه بتاعته على منصه التواصل الاجتماعي اصبحت القضيه هباء منثورا. يعني لا يجب ان يعني يكون هناك بلوك باي شكل من الاشكال، يتم التقاضي بشكل رسمي بشكل قانوني ورسمي على طول مباشره. ولا يخجل اي احد ان هو يذهب لمباحث الانترنت ويقص عليهم تلك القصه التي حدثت. وسواء كان في صور خادشه للحياه او ان هو كانت بعت له صور قبل كده او كانوا ازواج او مخطوبين او ما شابه ذلك، ليس هناك حياه في ذلك الامر ان تعرض عليه
هذا الأمر جملة وتفصيلا. يمكن حضرتك برضو أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن أحيانا يعني بيكون في جرائم تصل إلى القتل، يعني زي ما احنا شفنا، والانتحار، زي مثلا الابتزاز من خلال صور معينة من قبل بعض، يعني مش هنقول النصابين ولكن هم مجرمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كيف يتم التعامل مع هؤلاء على الوجه التحديد؟ لأن الموضوع هنا ليس فقط نصب، ولكن هناك جرائم قد تصل إلى القتل وتصل إلى الانتحار أيضا. القانون في 120 لسنة 2008 أنشأ محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية. المحكمة الاقتصادية. الاقتصادية. نعم. وكل جرائم السب والقصف على منصات التواصل الاجتماعي يتم نظرها في المحكمة الاقتصادية. طيب أنا النهاردة وصل أن أحد ابتز أحد فنتج عن ذلك انتحار له أو تسبب له أن هو شرع. طبعا احنا عندنا قانون العقوبات والقانون الأسمى على كل القوانين طبعا، ولذلك أنا يعني أنا كنت لفت نظر حضرتك في البداية أن القانون يعاقب بالجريمة الأشد. يعني النهاردة أنا في شتيمة وفي أن أنا عرضت حياته للخطر. صحيح. سواء أن أنا ابتزيت أو ما شابه ذلك، وفي فتيات كتيرة تم زي بسنت مثلا. نعم. احنا شفنا بسنت تم انتحارها الحقيقة، انتحر. فكل ده بسبب ابتزازات من بعض الأشخاص أو ما شابه ذلك. نعم. ولكن في سؤال بيطرح نفسه، هل السب والقصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو السب والقصف اللي هو في الحياة العادية الطبيعية؟ ده قانون أفرض ليه المشرع نص مادة معينة يعاقب من خلالها بآلية. نعم. معينة من خلال القانون. أما السب والقصف ده اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أما السب والقصف اللي هو إن أنا أشتم أحد من الموجودين أو أي أحد من الأشخاص، سواء كانت الحاجة موجودة فيه لو ثبتت عليه لتم حكره بين قومه أو ما شابه ذلك. صحيح. أو قذفته أو سبته، دي ليها إجراءات معينة والتانية ليها إجراءات معينة. يعني كل شيء له إجراء معين طبقا لطبيعة الجريمة. رغم هذا سب وده سب طبقا لحدتها، ولكن هذا سب وهذا سب، ولكن كل شيء ليه ظروفه، كل شيء ليه ظروفه وليه آليات قانونية كمان. نعم. معينة. بالتأكيد. يعني من ضمن الجرائم. نعم. يعني أنا عشان أنبه برضو أن أنا مثلا لو أنا أحد من الأشخاص وهم ماشيين في الطريق تم تبادل الألفاظ النائية بينهم، يعني واحد تبادل بالألفاظ النائية عليه وشتمه سواء بأبوه أو بأمه أو سبه أو ما شابه ذلك، في تلك الحالة لابد أن يحرر تلك الاتهام في ظرف خلال ثلاثة أشهر. ولكن كيف يثبت ذلك يا فندم؟ لأنه بشهادة طبعا الشهود. بشهادة الشهود تحريات. نعم. المباحث. صحيح. بتتحرى ذلك الأمر. أما الجرائم على السوشيال ميديا ليست هي مقيدة، مش مقيدة هنا بقى بثلاث شهور، لا خالص، ولا تتطلب توكيل خاص ان انا لازم ان انا احرك الدعوة ضد فلان وضد فلان وضد فلان. وان كانت مباحث الانترنت اشترط ان انا لو انا محامي عن سعادتك. نعم. ورحت لمباحث الانترنت لازم يكون معايا توكيل منصوص فيه والتعامل مع مباحث الانترنت. نعم. يعني الفرق بين مثلا ان يكون في جريمه او يكون في سب او قذف بالشكل مباشر وبين الانترنت، ان الشخص نفسه بيقدر يتوجه، وليس بالضروره ان يكون لديه محامي او توكيل لمحامي، ولكن في نفس الوقت في المرحله الاولى في بدايه المرحله الاولى. نعم. على عكس الجرائم الاخرى. تمام. انا بس احب انوه بالنسبه للساده المشاهدين ان يمكن المشاركه من خلال الاسئله، وطبعا الدكتور عبد الله محمد المحامي إن شاء الله طبعا يتفضل بالإجابة على تساؤلاتكم. طبعا أول مشاركة معنا من الأستاذ محمد من السويس. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أنا كان لي استفسار بالنسبة لجرائم التواصل الاجتماعي. نعم. تفضل الدكتور مع حضرتك. كنت بسأل الأستاذ دلوقتي لو حد مثلا جاب رقم تليفون وحط عليه واتساب وحط عليه صورتي انا الشخصيه وبدا يبعت لحد ويبعت لي انا من نفس الرقم دوت، ده التصرف يكون عباره عن ايه؟ تمام تمام استاذ محمد. الاستاذ عبد الله هيجاوب لحضرتك، اتفضل. هو بالفعل دي يعتبر من قبل الاحتيال على الاشخاص، لان هو بيوهم الناس ان هو الشخص ده هو فلان. نعم. يعني لو افترضنا ان حضرتك الاستاذ محمد، فهو بيوهم الناس ان هو الاستاذ محمد، فممكن يطلب منهم اموال او يطلب منهم اي من الامور او اي شيء من ذلك. ففي الحاله دي حضرتك تقدر تتوجه الى مباحث الانترنت
في المحافظة عند حضرتك وتحرر محضر بذلك الأمر. هل يخضع ده يا فندم ل يعني جريمة انتحال شخصية آخر؟ هل تحت يعني نفس القانون؟ هو ليست بالمعنى الحرفي لجريمة الانتحال، نعم، لاسم مزيف أو اسم مستعار أو ما شابه ذلك، على حسب ما تم التواصل معه. يعني استاذ محمد مثلا هل اتواصل معاه قال له مثلا ان انا الاستاذ محمد فانا محتاج منك فلوس، او بعت له رسائل عاديه، او هي مجرد صوره حاططها على البروفايل بتاعه فقط. صحيح. فكل الامور دي بتكون ملاذ الحديث فيها بالهيئه المنوطه بها ذلك الامر. ولكن يتم اثبات ذلك من خلال ايه يا فندم؟ برضه من خلال بياخد الشخص التليفون المتضرر بتاعه. بياخد التليفون، نعم، بتاعه. أيوة. وبرضه بيدخل الواتساب عنده على اللي هو الموظف الفني المختص في مباحث الانترنت، وبيشوف الواتساب بتاعه ومين اللي ارسله من الاشخاص، وان هو حاط الصوره بتاعته او ما شابه ذلك. طيب، بحكم قرب حضرتك لهذا المجال على وجه التحديد، يعني كيفيه او سرعه التقاضي فيما يتعلق بهذا الامر؟ يعني انا رحت دلوقتي عملت شكوى في مباحث الانترنت ان انا بتعرض لاي نوع من انواع الانتهاك او انواع التحايل باي شكل من الاشكال. كيفيه الاجراءات او التقاضي، المدة الزمنية، يعني يمكن البعض بيشتكي في بعض من الأوقات إن أحياناً ما بيكونش فيه السرعة بالقدر المطلوب. حضرتك رأي حضرتك إيه فندم؟ يعني هو كان فعلاً في تباطؤ في الأوان الأخيرة، نعم، ولكن بفضل مجهودات طبعاً ووزارة العدل والمنصة الإلكترونية، نعم، والعدالة الناجزة وما شابه ذلك، بدأت إلى يعني نقول إلى حد ما بقت أسرع طبعاً السابق من الأول. ولكن خلينا برضو نقول إن الطرق المغايرة لكل أمر، يعني النهاردة بعد ما رحنا مباحث الإنترنت هم بعتوا لي رسالة، فيبعتوا لحضرتك يقولوا والله إن المحضر اللي أنت حررتيه عندنا أخذ رقم كذا وتوجهي إلى نيابة كذا. يعني يجب أن يكون هناك أيضا ردة فعل إيجابية من قبل أيضا مقدم الشكوى، يعني طبعا هو كمان مش مجرد أنه يقدم الشكوى وخلاص، طبعا لازم يكون في نوع من أنواع التفاعل. طيب، معنا الأستاذ مصطفى من المنيا. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. أهلا بسيادتك فندم. أهلا بحضرتك، تفضل. كنت عاوز أتحدث مع الدكتور عبدالله. تفضل يا فندم. سيادتك عن جرائم النصب الإلكتروني، اتفضل سؤال حضرتك. لو حصل نصب الكتروني او سرق منك صور وكده، ازاي تعمل محضر؟ طيب، الدكتور عبد الله هيجاوب على حضرتك، اتفضل يا فندم. يمكن حضرتك اشرت يعني هو لو حصل نصب الكتروني يعني ازاي يقدر يعمل محضر، يعني هو عايز يعرف الاليه بشيء من الدقه، يعني يتوجه لمين ويعمل ايه. هو هيكون قدامه طريق من الطريقين، يا اما يتم تحرير محضر عن طريق مباحث الانترنت اللي احنا قلنا ان كل اداره موجوده في كل محافظه، يعني الاستاذ مصطفى من المنيا، نعم، يبقى اذا يتوجه الى مديريه امن المنيا في المحافظه عندهم ويتم تحرير محضر في مباحث الانترنت. ده رقم واحد. رقم اتنين، ممكن يعمل محضر عن طريق مركز الشرطه اللي هو تابع ليه، ولكن هنا بتكون العرقله بقى لما المحضر بيتعمل. النيابه العامه ليس عندها التقنيه الفنيه المنوطه ببحث ذلك الامر. طيب، الحل بيكون ايه؟ الحل بيكون ايه؟ بعد مباشره ما بيروح المحضر الى النيابه العامه، بقدم طلب، بقول والله يا نيابه ان المحضر بتاعي ده تابع للمحكمه الاقتصاديه وفقا للقانون اللي احنا اشرنا ليه 120 لسنه 2008 في انشاء المحاكم الاقتصاديه واختصاصاتها. نعم. فالنيابه العامه بتحيل المحضر إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية. فنيابة الشؤون المالية والتجارية تبعت للنيابة العامة باستيفاء الأوراق. نعم. واحد، سؤال الشاكي والمشكو في حقه، الاستعلام عن طريق مباحث الإنترنت، والتحريات عن ذلك الأمر. نعم. فإحنا بنقول الطريق المختصر في ذلك الأمر هو التوجه مباشرة إلى مباحث الإنترنت. ولذلك في مشكلة النهاردة، نعم، إن أنا ما ينفعش إن أنا أعمل المحضر مباشرة ضد أحد تم سب أو الشتم أو قذف فلان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أنا أوجه مباشرة إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية. جميل. طيب، معنا الأستاذ محمد بن الشرقية. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سؤال الأستاذ بعد إذنك. تفضل يا فندم، معاك دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بالنسبة للسب والقصف يا فندم، دلوقتي احنا عندنا الشارع لمؤاخذة القرية أرياف، تمام، ان واحد كلم واحد او واحد كلم واحد تجري على المركز تقدم بلاغ سب وقصف، يعني استفاد ايه من غير ما يتكلم ولا يعمل اي حاجة ويتعمل في محضر سب وقصف؟
يعني سؤال حضرتك يعني ازاي يتم التوجه الى الجهات المختصه وفي نفس الوقت يعني ما يكونش في نوع من انواع التشهير؟ يعني انا ده قصد حضرتك اللي انا فهمته يعني اساس ان هي ارياف. لا بص يا فندم يعني دلوقتي عملت خناقه بين اثنين وبعض في الشارع. نعم. او مشاجره. تجري على المركز زي وجارتها تعمل محضر سب وقصف، وانا عايز اعرف ايه راي العداله في كلمه سب وقصف كده من قبل الطاق بدون اي غلط بدون اي كلام. هو عايز يفهم يعني ايه السب والقصف بالمعنى المفهوم، يعني يثبت انها سب وقصف. ان هو سب وقصف. تمام 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 استاذ محمد اتفضل. السب او القصف هنا ان يكون في الفاظ نائيه موجوده سواء شتم او خدش في العائلات، وطبعا القانون فصل لكل عقوبه سواء سنه سب او سنه قصف او خدش في العائلات او استعمال الالفاظ النائيه طبعا اللي نعم اللي هي متدارجه طبعا. صحيح. تمام كده. فهو بيروح يعمل محضر بيقول والله ان فلان شتمني وقال فيا كذا وكذا وكذا. طب الامر ده حصل قدام مين؟ هيقول لك والله جميع الناس اللي كانوا موجودين في الشارع وهم فلان وفلان وفلان. نعم. بعد كده بيجيب الشهود وبيروح محضر الاستيفاء وبيعمل سماع اقوال الشهود والنيابه العامه تتخذ شؤونها بعد اجراء التحريات. جميل. طيب معانا الاستاذ هشام من اسكندريه. اهلا بحضرتك استاذ هشام. اهلا وسهلا يا فندم. والله انا بس ليا استفسار واحد. اتفضل. دلوقتي انا من محافظه اسكندريه، حد يعني سبني وقذفني من محافظه القاهره او اي محافظه، بعملها كومبليت امن اسكندريه، بعد كده بتروح القاهره عشان المشكوك في حق ام القاهره. افضل انا بقى راي على مديريه امن القاهره والاسم التابع ليه في القاهره، ثم اروح المحكمه التابع لها المشكو اللي هو الجاني. طيب هو بقى بيبقى مستريح في محافظته، طب انا صاحب الشكوى المتضرر اللي رايح جاي عشان خاطر اروح في محل اقامه الجاني او اللي هو شاتم فينا، يعني مش كان الأدب يعني الأدب انا اللي تعبان وانا اللي شاكي وانا اللي قصد في حقي في الاخر بدل ما التقاضي يحصل في المحافظه بتاعتي الاقي نفسي رايح جاي في محل اقامه الطرف الثاني. نعم. يبقى هو اللي شاتم هو اللي بيستريح كده. نعم نعم استاذ هشام. نعم. وضحت فكرتك ووضح سؤال حضرتك. دكتور عبد الله هيجاوب على حضرتك اتفضل. هو بالفعل ان لازم فعلا ان القضيه بتروح في مكان المتهم أو اللي هو مازال في مرحلة الاتهام. نعم. وبالفعل بيتكبد اللي هو المجني عليه إن هو اللي بيبحث وراء المتهم، ولكن هل المشرع فعل هذا الأمر هباء منسورا أو اعتباطا في ذلك الأمر؟ لا، المشرع لما قال لك إن أنت سعادتك في اسكندرية واللي تم قصف حضرتك من القاهرة. نعم. لازم تكون تابع القاهرة عشان خاطر التنفيذ. صحيح. لما أجي أنفذ على حضرتك بتاع اسكندرية النهاردة أنت خدت حكم في اسكندرية، طب هتنفذ عليه ازاي في القاهره؟ فلازم يكون متواجد في المحافظه اللي هو متواجد فيها. نعم. فدي الغايه من المشرع في ذلك الامر. حتى طبعا يصل علمه كمان وحتى يتحقق من دفاعه في ذات التوقيت. ويمكن احنا الفتره الاخيره يمكن الدوله بتهتم بما يسمى بالتحول الرقمي والحوكمه الرقميه، ويمكن ده يسهل بشكل كبير عمليه يعني التواصل بين المحافظات، وان يمكن حركه الـ يعني صاحب المشكله بتكون اقل ويبقى في نوع من انواع توفير الجهد والوقت ويتم حل المشكله الكترونيا خلال الفترات القادمه. وفعلا بالفعل شهدت النيابه العامه في الاوان الاخيره التحول الرقمي. نعم. وارشفت كل الملفات. طبيعي الحقيقه هو موضوع مهم جدا الحقيقه، وبيهم زي ما احنا شفنا يعني كم الاتصالات، ويمكن في اتصالات كتيره موجوده الان من خلال الكنترول، ولكن عفوا لضيق الوقت اشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله محمد المحامي، يعني كنت ضيفا كريما معنا، اشكرك جزيل الشكر. الحقيقه مشاهدينا الكرام طبعا النصب الالكتروني يمكن انتشر بشكل كبير جدا خلال الفتره الاخيره، احنا طبعا ده ليس فقط في مصر ولكن على مستوى الدنيا كلها، ولكن المهم أن يكون هناك نوع من الثقافة ونوع من الوعي وأن نتجنب بقدر الإمكان يعني هذه العدوى التي تؤدي أو التي تكون نتيجة، خلينا نكون أكثر دقة، للأمية الثقافية كما قلت مسبقا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، هننتقل بعد الفاصل إلى فقرتنا الثانية شرفني فيها الدكتور يوسف العبد خبير الاستزراع السمكي، هنتكلم تحديدا عن حجم الاستزراع السمكي وكيف يتم وفوائده كنوع من أنواع أو مشروع من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن. انتظرونا بعد الفاصل.